هذه ونوض نهضر. خذي هذيك. احسن من هذا، شوف هذوك ديري. خلي ولادك البيضين احسن. بيضين هذا؟ ما شاء الله وبركاته. اهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بخير وبصحتكم. نهار جديد وفيديو جديد معكم وروتين بسيط كما العاده. وغيكون المهم هذا الفيديو غيكون عباره عن فلوق حتى هو. المهم غنخرجوا غنخرجكم معايا، غنمشي واحد للسوق وغنخرجكم معايا. اول حاجه البنات، نحيد عليا الخبز، نحيد عليا الغديوه، وعاد ان شاء الله غنخرجكم معايا. المهم هنا المونتاج، المهم انا كنت وجدت نصف الغداء وعاد خرجت. المهم راه لعبت بالمونتاج، نعلمكم قبل البنات. المهم الغزالات، قبل كنشكر البنات اللي شاركوا في القناه ديالي ولهلي خطيكم كاع البنات اللي كيسولوا. المهم رانا نعتبر عليكم نهير ونهير لا، لانني باش ما نضغطش على راسي البنات وما نضغطش على الحمل. المهم راكم عارفين مني، المهم هاد الحمل شويه عاد قاضي عليا البنات صراحه. ما بقيتش يعني باش نصاوب فيديو ونمونطيه ونحطو يوميا، نعود غير نضغط على راسي. قلت اللهم نهير ونهير لا، هادشي اللي كاين الغزيلات. والمهم غنطلبكم طلب دائما، عاد كنطلبكم هاد الايام بات باش ما تردوهاش ليا وجهي. بالنسبه للبنات اللي باقا ما عاونتنيش بالبارطاج واللي عندها شي تليفون زايد في الدار، ديري لي منه ابوني. اللي عندها بحكا راجلها دخل التليفون ودير لي ابوني باش تفرحني، باش نكمل البنات، باش تحققوا لي هاد الامنيه ديالي اللي المهم ما بقى والو البنات. المهم في الاول كانت كتجيني مستحيله، ولكن ربي يستر لي والحمد لله وصلت لواحد العدد اللي قربت نكمل 100,000 ابوني. ومحاولوا البنات ما تبخلوش عليا، ما تبخلوش عليا في البارطاج. الله يعطيكم صحيحتكم مع صحاباتكم والله يخلي لكم صحيحتكم. غندوز نشارك معكم الغديوه ديال نهار اليوم. اليوم غديوه غتكون دجاج بالقوق وجلبانه ان شاء الله. غندوز نشارك معكم، المهم نشارك معكم طريقتي بما انني ما نشارك معكم، غندوز نشارك معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا الغزالات عندي هنايا الدجاج، ودرت فهاد المقيله البنات، فهاد المقيله هذه اللي كنت خديت صراحه فنين فنين فنين. عرفتوا البنات كينفعوا، كيجيبوا الماكله بنينه احسن من الكوكوط، والله حتى فنين. غير خذوهم هذه على ضمانتي. المهم الغزالات هنا درت طويجين، غندير غير طويجين لبه، غندير ليه بصيله وندير هنايا الدجاج، البصله الدجاج. عندي هنايا ثلاثه ريوز ديال الثومه ديال المغرب، هادي كنشتها من المغرب. ندير العطريه عندي سكنجبير، غندير تقريبا ملعقه صغيره البنات. هنا ندير غير شويه سكنجبير. عندي هنايا الخرقوم عند حتى هو، غندير واحد الملعقه صغيره. هنا البزار نصف ملعقة، ربما مكنديرش الماء ديال البزار، وشوية تحميرة. المهم التحميرة البنات أنا مبقيتش كناخدها نهائيا من المغرب، راه عاد كناخدها من هنا ديال هنا، حسن من ديال المغرب بألف درجة البنات. هنا كيشدو الفلفلة وكيقادوها وكيطحنوها، رخيصة في جميع المحلات، راه كاينة حتى في أورو سبينة البنات، خدوها. وعندي هنايا واحد الضامة ديال الزعفران. مليحه
غير شويه صافي غندير الزيت وندوز نديرو يتقلى. صافي انتما البنات هاد الدجاج هو باقي كيتقلى. بالنسبه للطويجين ديال بو الحبيب كيف ما كتشوفوا البنات ما بغيتش ندير ليه الجلبانه، درت ليه غير القوق والقرعه وغندير ليه فليفله مشويه من الفوق نزين بيها. صافي البنات هادشي اللي ودرت شويه ديال الربيع من الفوق، صافي غير هكذا البنات راكم عارفين حيت بو ديال الريجيم كنحاول ما نديرش ليه الحاجه بحال كلي ضرو في المصران ولا التخربيق. هذا هادشي اللي كاين الغزالات وها نتوما معايا. عرفتوا هاد المقيلات راه ما كيحرقو ما والو، عرفتوا فنين فنين. الغزالات رجعت معاكم من بعدها نتوما، طيبت الخبز كملتو كيف ما كتشوفو هانتوما، ها كيف جا الخبز ديالي هما خفيف غير مسيناتو. المهم عشان تغير المهم هادي راه كدي ليا دا كندير ديال الكف الخبزه، يا خبزه كل خبزه فيها جوجات زعما كنبقى بحال كندير تغيوض. صافي هنا الغزالات كيف ما كتشوفوا. غندوز نشارك معكم واحد الديسير هنا، حنايا درنا لينا المهم بناتي باغيين هاد الديسير، باغي ماما دير لنا الديسير. با هنا درت صغير العصير ديال الباربه اللي ديجا وجدتو البنات، ها هو ديجا وجدتو. عندوز هنا نشارك معكم بالنسبه لهاد الديسير اشنو عندي هنايا، درت الحليب والفلون ديال الشوكولاط هانتوما، ودرتو في هاد الكويسات ودخلت المهم درت واحد الملعقه معاه ديال السكر فلون عادي اللي ما كاينش اللي ما كتعرفش تصاوب الفلون. وهنا غنشارك معكم غير هاد التزيين اللي بسيط وكيجي زوين ماشي. المهم بالنسبه لهاد التزيين البنات عندي هنايا الكيوي كيف ما كتشوفوا اللي شديتو قطعتو قطع صغيره. المهم هنا دابا ما غندير فيه لا سكر لا والو حيت ديجا هاد الكيوي جابوا لي زكريا معاه وعفتو حلو على مزينات وزوين زوين بزاف. انا ما غندير فيه لا سكر لا والو. هنا اشنو غندير فيه؟ غندير فيه القرقاع البنات، شوفوا الفران اش داير ليا، غندير فيه القرقاع هادي هادو هاد الديسير بحقا وليدات كوني اكيد ياكلوا لك البنات القرقاع. انا بعدا بناتي راه مشكل بحقا في الفواكه الجافه ما كيبغوش ياكلوها ليا، ولكن ملي كندخلها ليهم بحقا في الديسير كياكلوها حيت البنات الفوائد ديال الفواكه الجافه راه عندها واحد الفوائد اللي كثيره تبارك الله، بخاصه القرقاع بحقا كيعود الوليدات كيين والزبيب التمر كاع هادشي البنات زوين الوليدات الصغار وحتى لينا اكيد. انا بعدا ما كيخطانيش هادشي بحال هكا كنديروا ليهم بزز كنوكلوا ليهم بزز وخاصه كندخلوا ليهم بزاف انا في الديسير. صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت القرقاع درت الزبيب، تقدروا ديروا البنات اي فواكه جافه عندكم، تقدروا ديروا اللوز تقدروا ديروا التمر. انا هادي علاش كندير فيها التمر، ندير فيها اللوز ندير فيها المشماش البرقوق كلشي كنديروا فيها. وعندي هنايا الكوك هانتوما عرفتوا الكوك مع الكيوي كيعطي واحد النسمه واعره. صافي وكنزين به هاد الفلو هذا. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة. هادو كديري
ولادك البيضين احسن بيضين هذا كيبانوا مقربطين ياك دبري راسك Ecco, metà prezzo, solo 10 matrimoniale, solo 10. Ma un duro sei comunque. Ma che ci viene da dire? C'hai la fila col te? Quella blu là. يا الغزالات، من بعد رجعت معاكم. اش نقول لكم البنات، صافي غير هنا راه رديت انا الغداء وصايبته وعجنت الخبز وخبزته وخرجت تهضرت عاد رجعت كملت الغداء. غير انا لعبت لكم بالمونتاج، راني قلتها لكم في اول الفيديو. صافي هنا الغزالات خرجت للسوق نط بكري، لان ملي كيكون السوق كنحاول نوض بكري. والمهم هنا الغزالات خرجنا، الصراحه كيكون هذا السوق زوين بحال هكا، فيه هذاك الشيء القديم، فيه مهم كتبدلي فيه الجو وكتشوفي مهم كتقضي على خاطرك. كناخذ منه التمر اللوز كل شيء فيه تبارك الله، هادشي اللي كاين الغزالات. ومهم وفي اخر الفيديو غنخلي لكم المقطع ديال الرويح اللي كاينين ديال الرجاله. بزاف البنات اللي سولوني على الرويح ديال الرجاله اللي عندك متواجدين زهره، غنخلي لكم المقطع البنات في اخر الفيديو. بقاو تفرجوا حتى الاخر وراكم غتشوفوا جميع الرويح. هذا دو خايده امي misure grandissime 270x170 però la misura cogiana proprio al tavolo. Vabbè, questo quando la هنا يا البنات كيف ما كتشوفوا غنحبس معكم هنا الفيديو. وبالنسبه للروح ديال الرجال، هادو هما الروح اللي عندي حاليا متواجدين. كيف ما كتشوفوا البنات اللي عندي فوريين، ها نتوما هما هادو. اللي بغات شي حاجه تواصل الرقم اللي غنخليه معلق، وغنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في ريوسكم. وسجد دائما انني احبكم في الله. قبل لكم اخواتي.